خلونا شوي نسمع، خلونا شوي نسمع. الله انه هو على الاقل يحرج الرائع والعظيم والمميز الذي سحب البساط من تحت اقدام بايرن ميونخ بطل النسخه الماضيه وبايرن ليفركوزن. الإحمائية للاعبي فرانكفورت كما ذكر نوري شاهين أيضا في تقرير عبر صحيفة كيكر، قال عندما تقوم بالعمليات الإحمائية كلاعب يعني في سيجنال إيدونا بارك فإنه أول شيء يعني تركز عليه لا تركز على هذه الحركات الإحمائية، بل ينصب يعني اهتمامك مباشرة إلى المدرج الجنوبي وإلى ما يحدث يعني ما يحدث في هذا الملعب. اليوم بروسيا دورتموند، كابتن فؤاد، كابتن فؤاد، ونحن نتابع يعني هذه المشاهد الجميلة واقتراب اللاعبين من المدرج الجنوبي للاحتفال بتأكيد اللقب. هذا فعلا يعني كان مؤثر جدا. الهدف 14 لباريوس اليوم بالضبط، وهو هدف مفتاح في الانتصار، هدف 1-0 الافتتاح التسجيل في قيمته كثير واقنع الجميع. الإدارة كانت تسورك كان فاتسك كانوا معاه موافقين في الاختيارات، انتتاب كاغاوا أعطى أكله مباشرة 350 ألف يورو فقط، لاعب جلب يعني بمبلغ زهيد وعطاءاته كانت كبيرة رغم المبلغ الزهيد. هذه عبرة في عملية إبرام الصفقات كابتن. بالضبط، وخاصة يعني توفيق الكبير في جعل باريوس هداف.